أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فتمتعوا فسوف تعلمون
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحق
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ايها السادة، نحن في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم اوات بينات من الذكر الحكيم قاتلها على مسمى حضراتكم ذلكم العالم القراني العالم الاذاعي الشيخ الذي تسعدون به قريبا عبر اسير اذاعه القران الكريم في قران الفجر. ان قران الفجر كان مشهودا وقارئ ومبتهل بالاذاعه المصريه فضيله الاستاذ القارئ الشيخ فوزي عبد الغفار القارئ المعروف المقيم بمركز مدينه دمنهور بمحافظه البحيره بزياده لكم على اكبر مقدرات الصوت العالميه والمحليه والمعرض الفني الحديث بكل محلات ومخازن عميد فرشة البحيرة الاول المعلم سعد خشب واخواته المعلم سعد خشب المقيم بكم الحاصل وعمرة. تتقدم الاسرة الكريمة العمدة فاروق رسلان بخالص الشكر والتقدير في كل من يساهم في هذا العزاء وشكر الله سعيد.